هنا وعلى أرض الكنانة، مهد الحضارات، أرض التاريخ والأمجاد التي شهدت منشأ الإنسان المنتج، الفلاح الفصيح، العامل الفنان، الطبيب الماهر، المهندس المبدع. وعلى نفس الرمال ونفس النهر ونفس الرغبة في كتابة سطر جديد من نفس التاريخ، كان مولد شركة العزيز للإنتاج الداجني الذي خرجت إلى النور عام 2013 متبعة الأسس العلمية الدقيقة والمتقدمة. في هذه البقعة من جنوب مصر سعت شركة العزيز للإنتاج الداجني إلى انتقاء سلالات الدواجن التي تتناسب مع طبيعة المنطقة والرفع من كفاءة المربي بالمتابعة الدقيقة فنية وبيطرية، وتوفر له الأعلاف المناسبة لكل مرحلة عمرية من النمو. وتوالت مشاركات العزيز للإنتاج الداجني في فعاليات عديدة، منها ملتقيات التوظيف بجامعة جنوب الوادي ومحافظة قنا، والمؤتمر الاقتصادي للأسرة الدندروية، إلى جانب المشاركة في العديد من الندوات تحت رعاية الطب البيطري وأكاديمية البحث العلمي بجامعة جنوب الوادي وشركة الأهرام وشركة يونايتد بايوميد، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر مصر تستطيع بأيدي أبناء وادي النيل الذي أقيم في محافظة الأقصر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبدعوة من وزارة الهجرة وبمشاركة علمائنا بالخارج. انتهجت شركة العزيز للإنتاج الداجني نهجاً علمياً رائداً يتمثل في إقامة الملتقيات العلمية في المحافظة، منها فعالية صناعة الدواجن في صعيد مصر رؤية بين الحاضر والمستقبل عام 2013 تحت رعاية محافظ قنا، وبحضور لفيف من أساتذة الجامعات وخبراء صناعة الدواجن وكبار المسؤولين والمربيين، مما ألقى بصداه نجاحاً باهراً أدى إلى استثماره بفعاليات أخرى لحقته، وهو الملتقى الثاني في عام 2014، إلى أن جاءت البداية الحقيقية في الملتقى الثالث عام 2016 واستثمار التوصيات الناتجة عنه، والتي توافقت في رؤية العزيز للإنتاج الداجني مع رؤية الدولة في استغلال الظهير الصحراوي ودمج التكتلات الصغيرة في كيان موحد تحت منظومة متكاملة في بيئة آمنة ومنعزلة ونظيفة، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى تعزيز صناعة الدواجن في جنوب مصر. ومن أجل الارتقاء بصناعة الدواجن في صعيد مصر تمت الموافقة على منح صعيد مصر 3 مشروعات كبرى لإنتاج الدواجن من أصل 4 مشروعات على مستوى الجمهورية. وفي هذه البقعة الشاهدة على عظمة التاريخ المصري القديم الذي تم تسطيره من خلال سواعد أجدادنا القدماء، نحن اليوم نعيد تسطير المستقبل بكل مفرداته في صرح كبير ولد ليكون عملاقا بأيدي أبنائه في صعيد مصر. قنا للدواجن هي واحدة من أكبر المشروعات المساهمة للإنتاج الداجني في صعيد مصر، لإنتاج 12 مليون دجاجة تسمين سنوياً لسد الفجوة ما بين إنتاج المحافظة واستهلاكها وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفقاً لأفضل المعايير العلمية والعالمية، حيث يقام المشروع على مساحة 2500 فدان بمنطقة المرجدة في محافظة قنا بحجم استثمارات تصل إلى 400 مليون جنيه، إلى جانب المساهمة في توفير ما يزيد عن 500 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى توفير 800 فرصة عمل غير مباشرة للشباب، إلى جانب إتاحة فرص عمل بنسبة 2% من إجمالي العمالة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال العمل بأحدث ما وصلت إليه تقنيات صناعة الدواجن في العالم، لتقدم للمستهلك دجاجة ذات جودة وصحة عالية من الدجاج الكامل أو قطع الدجاج المجزأ. تعد قنا للدواجن شركة مساهمة مصرية تعمل على تنفيذ مشروع مجمع دواجن متكامل الحلقات، قائم على قطاع للأمهات بشقيه التربية والإنتاج، قطاع التسمين،
المجزر الآلي، مصنع للأعلاف، محطة لتحلية المياه وأخرى لمعالجة مياه الصرف، وحدة إنتاج البيوغاز، مزرعة الجوجوبا، حيث تبدأ مراحل المشروع بمرحلة تربية الأمهات، وذلك من خلال جلب كتاكيت الأمهات عمر يوم المنتقاة وتربيتها لمدة 20 أسبوع بأحدث النظم العلمية في مزارع قنا للدواجن بمنطقة المرجدة، وتهيئة الظروف البيئية المناسبة وتحت رعاية صحية متكاملة، تمهيداً لوصول الأم لمرحلة إنتاج البيض المخصب عالي الجودة خالي من الأمراض الوراثية بطاقة إنتاجية تصل إلى 16.480 مليون بيضة سنوياً في معامل التفريخ. ومن هنا فقد اهتمت شركة قنا للدواجن بتطبيق أعلى معايير واشتراطات الأمان الحيوي، والتي تضمن تطبيق مستوى عال من الأمان الحيوي للمزرعة، وتحد من فرص انتقال العدوى داخل المزرعة، والتي يتم عزلها تماماً عن محيطها. وقد روعي عند تصميم المشروع إنشاء شبكة من الطرق تعزز الأمان الحيوي، وتنقسم إلى طريق كتاكيت الأمهات عمر يوم، وطريق لكتكوت التسمين والعلف، وطريق النافق والسبلة ودجاج الذبح، بما يسمح بتطبيق نظم الأمان الحيوي الصارم عليها وعلى جميع العاملين بالمحطات، بما يمنع دخول وانتشار أو انتقال المسببات المرضية من الخارج إلى داخل المزرعة، بالإضافة إلى منع تلوث منشآت الإنتاج، مما يؤدي إلى إنتاج بيض تفخيص ذي جودة عالية وسليم صحياً طبقاً للمواصفات العالمية، ويتم نقله بطريقة آمنة من خلال سيارات مجهزة إلى معمل التفريخ، لتبدأ مرحلة استقبال كتكوت التسمين عمر يوم واحد وتربيتها ورعايتها تحت ظروف بيئية وصحية محكمة، حتى الوصول إلى الأوزان المستهدفة من إنتاج دجاج اللحم سوقياً بقدرة إنتاجية تصل إلى 12 مليون طائر سنوياً، وإرسالها إلى المجزر الآلي والمجهز طبقاً للمواصفات الأوروبية وبأحدث تكنولوجيا صناعة المجازر في العالم، من أجل ذبح ما يزيد على 48,000 دجاجة يومياً بقدرة 6,000 طائر في الساعة، من خلال شمولية التعامل مع دجاج التسمين بدءاً من استلامه حياً في صالة استقبال مكيفة، مروراً بعملية الذبح، ثم التجويف والتنظيف الآليين والتبريد والتقطيع والتدريج والتخزين في ثلاجات حتى بيعه طازجاً، أو ينتقل بعد عملية التعبئة إلى أنفاق التجميد، ثم يوزع على 4 ثلاجات بدرجة حرارة تصل إلى 20 درجة تحت الصفر بقدرة استيعابية تقدر ب 250 طن للثلاجة الواحدة، والتي يخرج منها إلى مجمعات وأماكن التوزيع بوسائل مبردة ونظيفة للوصول إلى المستهلك النهائي بأيدي شباب وشابات مصريين. وتعد صناعة الأعلاف أحد الصناعات المرتبطة بالدواجن، حيث أن إنتاج كيلوغرام من لحم الدواجن يحتاج إلى كمية من العلف تتراوح بين 1.5 و1.7 كيلو من الأعلاف. ولتكامل مشروع قنا للدواجن وتعظيم الجدوى الاقتصادية والاستثمارية له، جاء التخطيط لإنشاء مصنع إنتاج الأعلاف حسب مراحل أعمار الدجاج وفقاً للمواصفات المطلوبة، وباستخدام أحدث التقنيات العالمية بالمنطقة الصناعية بقفط. فلصناعة الأعلاف أهمية حيوية واقتصادية قصوى، حيث تمثل 70% من تكلفة الإنتاج. والاهتمام قنا للدواجن بالبعد البيئي وخلق بيئة آمنة ونظيفة وصحية في ذات الوقت، فضلاً عن زيادة تعظيم الدور الاقتصادي للمشروع من خلال الاستفادة من كل مخرجاته وإعادة تدويرها، سواء في تحلية المياه المالحة أو معالجة مياه الصرف الصناعي أو إنتاج وتوليد ونقل الطاقة ذاتياً داخل المشروع، فقد قامت باستخدام وتطويع كافة الموارد المتاحة لتحقيق أهداف المشروع بإنشاء عدد 5 محطات لتحلية مياه الآبار الجوفية المالحة موزعة على محطات الدواجن، بجانب إنشاء محطة تحلية مجمعة تخدم مجزر الدواجن
وتكون صالحة للاستخدام الآدمي للعاملين بالمشروع. ولأن الطاقة عنصر اقتصادي مهم وحيوي، فكان التخطيط ليضم المجمع بناء وحدة لإنتاج الوقود الحيوي أو الطاقة البديلة، والتي تتكون من محطة واحدة تغذي المشروع بطاقة إنتاجية تبلغ 600 كيلو وات في الساعة يومياً، بالإضافة إلى إنتاج 110 أطنان من السماد العضوي بشكل يومي سائل أو بودرة للاستخدام في عملية الزراعة أو التصدير للخارج وفقاً للأسعار العالمية. تعد وحدة إنتاج الوقود الحيوي مشروعاً مستقلاً مبنياً على استخراج الطاقة النظيفة وفقاً لأحدث المعايير العالمية للحفاظ على البيئة عن طريق إعادة الاستفادة من تدوير 130 طن من المخلفات يومياً، سواء الناتجة من عملية الإنتاج مثل السبلة ومخلفات المجزر وغيرها أو الباغاس من قصب السكر. وسيكون لقنا للدواجن السبق في زراعة أشجار الجوجوبا المنطقة على مساحة 1900 فدان كنوات لاستصلاح هذه الصحراء الشاسعة في صعيد مصر، والتي تروى عن طريق المياه المعالجة من عملية الذبح والصرف المعالج بأحدث الطرق والمعايير العالمية والري بالتنقيط. يعتبر شجر الجوجوبا مصدراً غنياً لاستخراج الزيوت التي تستخدم في الكثير من الصناعات مثل مستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والعديد من الاستخدامات الأخرى. ومن هنا كان تميز قنا للدواجن بالتخطيط لإنشاء منظومة حديثة للزراعة وإنتاج زيت الجوجوبا بأيد مصرية مدربة لاستخراج زيت الجوجوبا لبيعه وفقاً للأسعار العالمية من خلال تصديره نظراً للإقبال العالمي عليه. ولأن شركة قنا للدواجن تؤمن بأهمية تجانس العلم مع العمل، وتعمل ضمن منهجية علمية في التطبيق لكل مراحل الإنتاج داخل المشروع وطبقاً للأسس الأكاديمية والمعملية الصحيحة، فكان لدور البحث العلمي قدر كبير من التخطيط، وقامت الشركة بتخصيص نسبة تقدر ب3% من صافي ربح المشروع سنوياً لصالح البحث العلمي، إلى جانب إبرام العديد من الاتفاقيات للتعاون مع جامعة جنوب الوادي ومركز بحوث صحة الحيوان والمراكز البحثية المتخصصة في هذا المجال لترسيخ دور البحث العلمي في جميع مناحي الحياة العملية والاقتصادية ومجالات تطبيقها. مشروع مجمع قنا للدواجن المتكامل سيمثل إضافة قوية مهمة في صناعة الدواجن في مصر، وخاصة في جنوب الوادي الذي سيعمل على سد الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، وهو تجسيد حي لتشجيع الدولة وقيادتها السياسية لمبادرات القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية جديدة للمشاركة في التنمية وابتكار حلول علمية وعملية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده، وتشجيع الاستثمارات الوطنية من جهة ومحاولة القضاء على التربية العشوائية من جهة أخرى، وذلك من خلال دمج صغار المربيين في هذا الكيان الكبير وتطبيق أعلى معدلات الأمان الحيوي به. قنا للدواجن هو الحلم الذي أصبح واقعاً بتوقيع عقد المشروع، واليوم يشهد اجتماعنا تدشين ووضع حجر أساس مشروع مجمع قنا للدواجن. قنا للدواجن صرح ولد من رحم صعيد مصر ليكون عملاقة، لنقف جميعا اليوم ونردد تحيا مصر بكل فخر، نحن نساهم في الإنتاج الوطني. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.